بمشاركة وفود 13 دولة عربية وأفريقية، عقد في القاهرة اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية. رؤساء المحاكم الدستورية ناقشوا تبادل الخبرات القضائية وتشجيع البحوث العلمية والدراسات الدستورية. الالتحام ما بين الدول العربية في المجال القانوني هو الأساس، هو الذي يضبط هذه المسائل، خاصة إذا ما تم تبادل وجهات النظر والاتفاق على مفاهيم مشتركة له في بلداننا العربية كلها. من خلال هذه الأبحاث والملتقيات والنشاط الذي يقوم فيه الاتحاد، لا شك أن هذا الأمر ينعكس على المحاكم الدستورية، فتطور أعمالها بما يحمي الحقوق والحريات للأفراد والمواطنين المنصوص عليها في الدستور. بنود أخرى تضمنها جدول أعمال الاجتماعات اختصت بعقد مؤتمرات علمية قضائية والمشاركة في المؤتمرات الدولية، إضافة إلى تزويد المكتبة الرقمية لاتحاد المحاكم الدستورية بالنصوص والأحكام التي تختص بالحق في المساواة والحريات الدينية والثقافية بين الشعوب العربية. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في تقرير حقوق الإنسان الأخير أصبحت تستثني كلمة الأراضي المحتلة. هي فعلا أراضي محتلة، ولكن لحد الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول طمس هذه القضية. سنعمل جاهدين كمحكمة دستورية كمؤسسات فلسطينية من أجل العمل على توضيح لكل الدول أن القدس هي عاصمة فلسطين وستبقى عاصمة فلسطين. الاتحاد دوره كبير في تبادل الخبرات، اطلاع كل دولة على ما تم إنجازه وإصداره من أحكام في الدول الأخرى، وأيضا لإثراء المحاكم الدستورية بالأبحاث والأحكام التي تصدر في جميع الدول العربية. تأتي هذه الاجتماعات لتضيف إنجازات قضائية جديدة في سجل اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الذي تأسس منذ 20 عاما. اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في القاهرة جاء ليوثق تبادل الخبرات في القضايا الدستورية العربية، فضلا عن إقامة مؤتمرات علمية دولية للاطلاع على التجارب القضائية الدستورية في الوطن العربي والعالم. من القاهرة، محمد عاطف، الغد.